السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من ملعب التحديات، ولكن حلقه مختلفه عن المعتاد. معانا عبوده ومعانا عمرو ومعانا بكر، والثلاثه بيلعبوا ضد بعض على يوصل للجرس ويوصل للنتيجه او يجاوب 10 اسئله صحيحه هيكسب بالمباراه. يعني اللي يوصل لرقم 10 صح من الاسئله هياخد المباراه ويكسب ويعلم على التانيين. ولكن لو دوس على الجرس معاك 10 ثواني فقط تجاوب فيهم السؤال، ما جاوبتش هتتمنيص، لو اعترضت هتتمنيص، لو عملت اي حاجه مش عجباني انا كحكم هتتمنيص، انا هقعد ورا الكاميرا وهرمي السؤال وعليك بالاجابه، ولو ما جاوبتش هيبقى في ناس ثانيه هتجاوب عادي وممكن تكسب مباراه. فخليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي، لايك للفيديو سبسكرايب في القناه، ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا. من هو بطل كاس العالم 1992؟ 62 62 الارجنتين. غلط. بس من 10 ثواني ناقص واحد. ايه ده؟ صح، اجابه صحيحه. ثواني ماينص واحد. هي اجابه واحده يعني لو انا ما جاوبتش ماينص واحد، لو ما جاوبتش يعني جبت هرجع سالب واحد عند عبوده وواحد عند عمرو. يا راجل سالب واحد عند عبوده وواحد عند عمرو، والراجل ده قاعد بيشمع لنا. ندخل على السؤال الثاني. كوبا امريكا عام 2001 مين توج بيها؟ كولومبيا. إجابة صحيحة عند عمرو، النتيجة بقت 2 سالب 1 1. يا جدعان انتوا مذاكرين بجد يعني؟ اكتب كده والله قلت حاجة. 2 عند عمرو. أنا مذاكر أصلاً، أنت المفروض تذاكر أنا مش فاضي يا عم، أنا بتفرج. إيه ده؟ خش سؤال برضه، السؤال ده بقى صعب. الأسئلة دي محدش بيسألها أصلاً. عشان تقول لي بتفرج ولا بتفرج. أكتر دولة حصولاً على الكرة الذهبية. الأرجنتين. إجابة صحيحة. لا بس ما تسألش. صفر. طب ما خطبتش ليه؟ يا عم انا صفر. لا انا بقيت صفر اصلا. ما عنديش موقف. اجابه صحيحه والنتيجه بقت 2-0. ندخل على السؤال اللي بعد كده. ما انا صفر زيك. من سجل هدف بايرن ميونخ في ولا تاني يا عم نخلص. من سجل هدف بايرن ميونخ في مرمى فالنسيا في نهائي دوري الابطال؟ والله العظيم ما تعرفوش. ايفن فيرج. إجابة صحيحة وفي نهائي دوري أبطال 2001 والنتيجة هتصحيح. لا لا هو إزاي عرف إن هو في دوري أبطال؟ ما يا عم واضح مفيش غيره. بايرن ميونخ ما لعبتش. يا إما كومان يا إما كومان يا إما روبن يا إما البايرن هيلعب فالنسيا في إيه يعني الدوري الأوروبي؟ افضل افرض ماتش أول ماتش وجه. افرض ماتش وجه. مش هتفرق مين اللي لعب وخلاص. كساحة. افرض بيرك برضه افرض بيرك. كان معانا برضه. لا أنا مش هلعب معاك. اقعد يا عم. انت عايز ايه؟ اقعد يا عم. انت عايز ايه؟ الحلقه تكمل. ما هو صفر زيك وما تكملش. انا عايز ما انت عايز ايه؟ عايز توصل ليه؟ كده النتيجه بقت كام صفرني؟ 3-0-0. 3-0-0. والسؤال الجديد. بطل الدوري الفرنسي موسم 2001 2002. ايه مارسيليا؟ غلط. مانياس واحد. ليون. اجابه صحيحه والنتيجه 4-1. انا بقول لك الغي حوار الماينس ده. لا لا ما انت بتعترض. يا دي يفضل صفر. لا ما تعترضش. لا مش هتمضي سواء عنده ماينس ولا تعترض. ندخل السؤال اللي بعد كده. من هو الهداف التاريخي؟ من هو الهداف التاريخي لنادي اس ميلان؟ انت بقى على نفسك. اس ميلان مش تعرف. صعب. انا عارفه يا عم ديالو قدامي قبل كده. 10 سنه كده اسمه صح. 10 سنه كده. طيب ماينص ماينص جديد. يبقى عندك ماينص جديد. اياك تريفيشن غلط. ماينص واحد. حد عنده جبا؟ حد عنده جبا؟ اللاعب صاحب ال 221 هذا حد عنده جبا؟ ما اعرفوش. غونر نوردال. لا انسى انسى. ندخل على السؤال اللي بعد كده. من هما الدولتان اللي استضافوا كاس العالم 2002؟ كوريا واليابان. كوريا واليابان اجابه صحيحه والنتيجه اصبحت 5 لعمرو عادل. ندخل على السؤال اللي بعد كده. ندخل على السؤال اللي بعد كده. اول سنه فاز فيها مارادونا كاس العالم؟ 1934. اجابه غلط. ماينص ماينص 34. غلط. 1986. 86 اجابه صحيحه والنتيجه اصبحت 6. 6 فين؟ 6 صح ولا 5؟ 5. 5 اجابات 6. يا بس 6 6 سنة. استنى قول لي 6 اجابات اللي هو جاوبها. هو كان 4 في بتاعت بتاعت 6 واليمين. ندخل على السؤال اللي بعد كده، ولكن عايز انوه الترويج هام ان ابو بكر وعبوده رجعوا صفار، لان كل واحد عمال لي خدمه كده واحنا مقطعين الحلقه. يا عم فتح يا عم فتح مين يا ابني؟ ماينص واحد عشان عشان تلاحق دي. انا بدلعك ده على اسم الراجل بتاعنا. بدلعك اسم
في رشاوي شغاله وشغل رقم بس يا حبيبي مالكش دعوه انت ما ينصر يا عم خلاص يا عم ايه بقى واحد لا خمسه واحد ايه الله خمسه يعني انت ناقص واحد عند عمرو كده بقت خمسه من سته خش على طول نطلع السؤال اللي بعد كده والله عليك يا شغل التحكيم واحد بقى واحد نطلع السؤال اللي بعد كده كم مره تاهل منتخب مصر الى كاس العالم؟ اربع مرات ثلاث مرات حتى عنده كام يدوس مرتين غلط ماينر عندك اجابه عندك اجابه انا راجل مش عارفها عندك اجابه خمس مرات ثلاثه ماينر طب ما هو قال لي ثلاثه ماينر وقال لك اثنين في الاول طب انا كنت والله سمعتها كنت اقول ثلاثه في الاول ثواني انا كنت اقول ثلاثه ماينر ما حدش قال لك بس هو قال ثلاثه ما قلتش انا لا لا يبقى انا رجعت ثلاثه خمس دي كل الى كده بقى ماينر بقى كده هو بقى اربعه اربعه ماشي يلا يا قربت في اي نص الكاس عالم طرد زيدان من وراء مطحته الشريكيه 2006 ابو بكر 2006 اجابه صحيحه بقت صفر يا ماما سبتني وهربت ندخل نسال بعد كده سبتني في السالب لوحدي ومشيت ما هو اسم بطوله دوري ابطال اوروبا في الدايره؟ الاتحاد الاوروبي اجابه غلط ماينس دوري ابطال اوروبا اه ماينس وده انت لسه قايلها في الحلقه لا مش كانتش دي ماينس مش هو مش هيلعب في الحلقه عنده ماينس حد عنده اجابه؟ لا كاس الاتحاد الاوروبي ما هو انا قايل له غلط ماينس ارجع ثلاثه ولا ايه؟ انا مش فيه بقى مين؟ انا بره كاس الانديه الاوروبيه الابطال ندخل على السؤال اللي بعد كده دوري ابطال اوروبا في كاس الانديه الاوروبيه ندخل على السؤال اللي بعد كده من هو الفائز بدوري ابطال اوروبا عام 1999 سهل فتحت الجروح مانشستر يونايتد على حساب بارك اجابه صحيحه وزودوا واحد وكده اصبحت النتيجه خمسه مش لازم نذكر الباقي صفر صفر خمسه سلبيات 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 يا باشا يا باشا خلاص انا قلت كلمه سيبها ماينس هو اليوتيوبر ماينس ايه ده انت هتعترض انت هتعترض ولا ايه؟ هو اعترض لا ما اللي هيقول الدكتور فتحي انا موافق عليه الله عليك يا عبد الله بقول لك ايه في الوقت خلينا صفر بقى يا عم سالب واحد سالب واحد نطلع السؤال اللي بعد كده كم مره حقق انتر ميلان دوري ابطال اوروبا؟ خمسه ماينس لا خمسه ثلاثه اجابه صحيحه الله على ندخل على السؤال اللي بعد كده بقى كم مرة حقق ريال مدريد وصاف دوري الأبطال؟ ست مرات لا ماينس ثلاث مرات بس إجابة صحيحة عند عمرو عادل كنت محتار بين 2 و3 كده كام عمرو عادل كام؟ بنفيكا ستة ستة أوكي ندخل على السؤال اللي بعد كده ندخل على السؤال اللي بعد كده كم مرة حقق إس ميلان وصاف دوري الأبطال أوروبا؟ مش مساعدة في مرة الناس يعني بص اديك هنت خش اديك هنت ادي خمس مرات ماينس كامل عادي يا عم لا يا عم كامل قرب ولا بقى هو قرب قوي كمان يا رب هو ولا اللي فات لا مرات هي مرة إجابة صحيحة هي مرة عادي لا عادي مش قايلين درجة مرة واحدة لا عادي يا عم لو غلطت زود له النقطة يا ابني ما تقصر من عنده حاجة كده يرجع تاني النتيجة كام هي؟ زي ما هو ست العصر وصل للعصر من هو المنتخب المتوج في كأس أمم أوروبا 2004؟ إيطاليا ماينس يا جدعان أديك هنا كسبوا البرتغال في النهائي ألمانيا ماينس خليك يا عبود كسبوا البرتغال في ألمانيا كسبوا البرتغال مين دول؟ الناس كلها كسبتها كسبوا البرتغال يا عم سهل حد عنده اجابه؟ فريق عاصمته عاصمه المنتخب بتاعهم اسمها اثينا زين اليونان؟ خلاص يا اخي ثانيه واحده مش هتتحسب ليه اليونان؟ اليونان لا 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 هو رجع داس هتقول اجابه ولا انا قلت اليونان لا يا عم بس لا دوس داس بقى كده دوس انا حاسس ان انت مظلوم انا حسابها لك تبقى ماينس واحد بس ستة سالب واحد 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 س
كمل ما تحس بكده. من هو اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2003؟ أندريا. لا مش اسمه ده بابل نيدفيد. بابل نيدفيد صح؟ بابل نيدفيد جابه صحيح عند عمرو عادل من دول كده. انت مش متأكد أصلاً؟ بابل نيدفيد والله بابل نيدفيد. من هو أول فريق توج بدوري أبطال أوروبا النسخة الحديثة؟ فريق فرنسي. كسبوا الميلان في النهائي. حسب هذا فرنسي؟ إياك تقول الاسم اللي في الميلان. مارسيليا؟ إجابة صحيحة على الأمر. أنا بحب مارسيليا يا جدعان والله. عبد الله يا سيدي. الله يا خدت بص بقى يا بيه، بص يا بيه هندخل على نظام الثانوية العامة. هديك ثلاث اختيارات وتختار منهم الإجابة الصحيحة. إيه يا عبد الهزار؟ وتختار منهم الإجابة الصحيحة. تفرق معاك. أنت سبعة. مفيش أكمل؟ لا. مفيش أكمل. من هو النادي الأقدم؟ من هو النادي الأقدم من خلال الاختيارات الآتية؟ أنا عارفه. أنا عارفه أنا. شيفيلد. مايروس. ما تكمل الاسم. الفيديو الدوري الانجليزي ولا ايه؟ انا بدي الاختيارات. لا خلاص ما ماينصوش. لا اقول الاختيارات. سيبوا 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 لا ماينص واحد. ماينص واحد عام. الاختيارات ليفربول ليفربول ارسنال. ليفربول ارسنال. جابها غلط. ماينص عندك اجابه. انت قلت ايه الاختيارات؟ ليفربول ارسنال ايفرتون. ايفرتون اجابه صحيحه. رجعوا كمكان. رجعنا صفر يا بيه. رجعنا صفر. انت ايه؟ ندخل على السؤال اللي بعد كده. من هو اكتر فريق حصل على وصيف دوري ابطال؟ اكتر فريق حصل على وصيف دوري ابطال؟ يوفنتوس. يوفنتوس اجابه صحيحه. سبعه سبعه نهائيات. 8 اقتربت النهائي. مفيش اسئله من الاسئله دي في المسابقه الثانيه. الاربعه خمسه كده سيبنا نرزع على من هو المنتخب صاحب اول لقب كاس عالم؟ ايه ده؟ انا اول اوروجواي. اوروجواي. الاوروجواي اجابه صحيحه. واحد حرفيا دخل في النور. ايه اللي انت السؤال اللي بعد كده. انت ما فهمتش الجمله. من هي او من هو من هو اول منتخب عربي لم يصل الى كاس العالم؟ لا عايز منتخب يعني منتخب ما وصلش كاس العالم. مين المنتخب العربي ما وصلش كاس العالم؟ انا اللي دوست. انا اللي دوست. عم خلاص وخش يا عم على طول. هو ده هو ده. انا يا عم انا يا عم يا عم انا يا عم يا عم انا سوري. السودان الإجابة صحيحة عند عمرو عادل. تسعة تسعة. أنت مش قلت لي خمسة تسعة. خش أصبحت النتيجة تسعة. يا ابني سيبنا. أنا عايز أخلص المسابقة. عايز اصبر بقى يا عبد الفتاح. هات لي لاعب. هات لي لاعب لبس رقم تسعة في ريال مدريد. كريستيانو رونالدو. والله إحنا اللي لبسنا. لا أقسم بالله أنا اللي عبودة. عبودة اللي تطلع عاد. إجابة صحيحة عند عبودة كده كام؟ ما جيت اتنين. الله اتنين. خمسة عشان أنا هموتك. عمرو عمرو لو عدى السؤال كمان ما تدوسش فيه. يا عم ادوس يا عم. لو حسيت انك لو حسيت انك لاعب هديك ماينص. ايوه سؤال سهل. اذكر لاعب جاء من الدوري جاء من الدوري الاسباني الى ريال مدريد. من الدوري الاسباني الى ريال مدريد. اسينسيو. اجابه صحيحه. قلت له ثلاثه. يا صيع يا صيع. كان بيلعب الدوري الاسباني. بيلعب فين؟ في اذكر لاعب من الدوريات الخمسه الاوروبيه الكبرى لم يحقق دوري الابطال. جون بيكفورد. اجابه صحيحه. اجابه كده وصلت كام يا ابني؟ اربعه. يا صيع يا صيع. اربعه عبوده ماينس واحد عند عمرو عادل. يا عم اوعى تلعب يا بيه. اوعى تعترض. وانا ما حدش هتلاقيه. زود واحد عند ابو بكر. ايوه كده انا قاعد ساكت. سيف. انا قاعد ساكت. ندخل على السؤال اللي بعد كده. 4-8. طب اذكر اي مدرب حالي يدرب فريقه منذ 10 سنوات او سيميوني المدرب الاتلتيكو. اجابه صحيحه. يا صيع يا صيع. حائل بقى انا يا صيع. اذكر لاعب شارك في الدوري الاسباني والايطالي. لا 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 كده شامل. سول ايه؟ لعب في انتر وبرشلونه. اجابه صحيحه. ستة يا بيه. يا بيه. السؤال اللي بعد كده. فين يا جدعان؟ من النادي الوحيد الذي حقق دوري الابطال والدوري الاوروبي بشكل متتالي؟ بشكل متتالي؟ ريال مدريد. اجابه غلط. ماينص. تشيلسي. اجابه صحيحه. ايه.
فابيو كانافارو. إجابة صحيحة. 8-6. من هو صاحب جائزة أفضل حارس في كأس العالم 2018؟ كورتوا. إجابة صحيحة. هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي. الموسم الماضي يعني مش ده. لا اللي هو ده اللي هو ده لا اللي هو ده. يا حبيبي. إجابة صحيحة. ما قال كريم من لا هو أنا عايز أعرف أنهي موسم. إجابة صحيحة عند عبود. أذكر واحد من 9 أندية فازت بدوري الأبطال مرة واحدة فقط. مانشستر سيتي. إجابة صحيحة عند عمرو عادل. لسه واخدينها امبارح. كأس العالم 2022 من هو هداف المنتخب البرازيلي؟ ريتشارلسون. إجابة صحيحة. حرام عليك. كده النتيجة أصبحت كده أنا 9 ولا 8؟ 8 9 3. عمرو عادل 8. عمرو عادل 9. 9 أحسن هو أكبر عليك. ادخل على السؤال اللي بعد كده، من هو المدير الفني صاحب بطولة اليورو الأخيرة؟ عبودة. روبرتو مانشيني. إجابة صحيحة 9-9-3. المدرب الإيطالي. وبلس 1 اللي هو يلا 9-9-3. 9-9-4. لاعب في إنتر ميلان وإيس ميلان. بونوتشي. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. لاعب في إجابة صحيحة. لاعب في اليوفا. والآن هو الفائز عمرو عادل. ماينوس واحد عند عبودة. والآن انتهت الحلقة بفوز عمرو عادل في المباراة الأولى المختلفة بنوعها في ملعب فتحي من ملعب التحديات. واللاعب أبو بكر اللي كان جاي في الهواء. أنا 9. أنا 9. يعني كان عادل كده عمرو عادل كسب المباراة دي. والآن مبروك عمرو عادل. هارد لك عبودة اللي عاد. جاب 9. عبودة اللي عاد ورجع. أبو بكر بقى اللي كان ماشي. أنا النموذج الحقيقي اللي يقول لله والنبي يا ممثلين. عايز المشاهدين خليه في الملعب دايما مع ملعب فتح وانتظر حلقات مختلفة دائما. فاوعوا تخرجوا من الملعب. خليه في الملعب دايما مع ملعب فتح. لايك الفيديو سبسكرايب القناة. دمتم في أمان الله. خليكم مع عبد الفتاح. من عبد الفتاح يا ابني.